ما يميز هذه السنة فاتح ماي كعيد أممي للطبقة العاملة المغربية هو الاتفاق الأخير الذي بالطبع تم توقيعه من طرف ثلاث مركزيات نقابية وأرباب العمل مع حكومة الدكتور سعد الدين العثماني. كنعتبر هذا الاتفاق هو بمثابة زوبعة في الفنجان، لأنه لم يأتي بجديد، خاصة إلا قرأنا بين السطور القيمة ديال الزيادة في الأجور لا تتعدى 3 أو 6 دراهم في اليوم، بمعنى لم تصل حتى لما يسمى بالحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي أو في الفلاحي اللي هو يومي. هذا يعني ماذا؟ أنه المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض رفضا قاطعا هذا الاتفاق الهزيل الذي لن يفيد في شيء في تحسين الدخل بالنسبة للطبقة العاملة المغربية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، أو كذلك بالنسبة للحد الأدنى للأجور اللي هي 5% موزع 10% موزع على سنتين. هذا يعني ماذا؟ أن الوضعية ديال الطبقة العاملة المغربية استمرت لمدة 8 سنوات في الاندحار. بالطبع اليوم نتحدث على أن الطبقة المتوسطة اللي هي كتمثل الطبقة العاملة بالطبع نازلة لتحت للوصول إلى الطبقة الفقيرة. هذا يعني ماذا؟ أننا نوجه رسالة من جديد إلى حكومة على إعادة النظر في سياستها المتخلفة والفاشلة والتي لم تزيد المغرب إلا إثقال بالديون وارتفاع معدلات الفقر. آخر تقرير اللي صدر غير والبارح ديال أوكسفام الأمريكا كان خطير جدا، يقول بالحرف أن الفوارق الاجتماعية والطبقية ازداد بشكل كبير اليوم في المغرب، بمعنى الفقراء ازدادوا فقرا والأغنياء ازدادوا غنى. بمعنى آخر، ما هي نتيجة السياسات الاجتماعية والاقتصادية المتبعة؟ هالنتيجة هي التي تحدثت عنها منظمة أوكسفام الأمريكية. كذلك على مستوى الصحة، على مستوى التعليم، كل مؤشرات تبين أننا المغرب تراجع بشكل كبير مقارنة حتى بعض الدول المغاربية أو العربية. اليوم الأسوأ دولة على المستوى المغاربي من ناحية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المغرب. هذا يؤلمنا جدا، وهذا السبب ديالو هذه السياسات الفاشلة المتبعة من طرف حكومة سعد الدين العثماني. الكاتب العام لشركة جرف الموانئ حياتي عبد الرزاق، حنا جينا هنايا باش نناضلوا وباش نطلبوا الحقوق ديالنا تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل. الدوافع اللي جاتنا نخرجوا هنايا هما عدم المشاكل ديالنا اللي ما تحلتش مع الإدارة ديالنا، وعلى المصالح ديالنا المهضومة بما فيها يعني الأجور، المصالح الاجتماعية، هذو الأساس، المسائل الأساسية اللي جعلتنا نخرجوا باش نناضلوا من الجزائر. المطالب ديالنا هو الرفع من الأجور والخدمات الاجتماعية بما فيها التقاعد والمجال الصحي وتفعيل لجنتي المقاولة والسلامة. تحية نضالية لجميع الإخوة اللي حاضرين اليوم لهذا اليوم، لأنه هو كبير عند العمال، يوم عالمي تنحتفلوا به جميعا، وبالاخص حنا المنظمه الديمقراطيه للشغل تنحتفلوا اليوم باش نعبروا على المشاكل والمعاناه اللي تنعيشوها. نحن كمكتب جهوي ديال عمال ومستخدمي نقل المدينه بجهه الدار البيضاء الكبرى سطات، غادي تنتاسفوا على المعاناه اللي عشناها هذه مده طويله بنقل المدينه نظرا لعدم ظروف تهيئة عفوا نظرا لعدم ظروف العمل. ثانيا تنعيشوا مشاكل من ناحية الأجرة الشهرية ما تنتخلصوش في الوقت ديالنا، زائد الصناديق الاجتماعية ما مسوياش لينا كاملة بلا سيرينساس والسيمير ولا ميتيال والتغطية الصحية كذلك. سي عبد الحق، بالنسبة للشركة مدورين بزاف بزاف بزاف، كاين اللي عنده 15 عام، كاين اللي عنده 20 سنة، وتا درهم والاخر ما زادوش. أخواتي درهم والاخر ما زادوش. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.